برحب بحضراتكم مرة تانية مشاهدينا، والبيت الكبير لسه مستمر مع حضراتكم. النهاردة معانا ابن من أبناء النادي الأهلي والكرة المصرية بشكل عام. الحقيقة هو يمكن غايب عن جمهوره شوية حبتين يعني، بس طبعا اللي بيحب كابتن أحمد نخلة دايما بيفتكر له يعني أدق التفاصيل. أنا برحب بيك يا كابتن أحمد، وحضرتك منورنا وحمد لله على السلامة. لسه الله يسلمك. كنت قريب إن شاء الله. بس جيت إمتى؟ من حوالي شهرين كده. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. طبعا بشكرك جدا طبعا المقدمة الجميلة ديت. اهلا بيك. واتشرف ان انا موجود في البيت الكبير في قناة النادي الاهلي. اتشرف طبعا بوجودي مع الكابتن هاني رمزي طبعا. انا عارفه انتوا اصدقاء طبعا يعني. منورنا يا احمد بجد. وحشنا جدا. حبيبي يا كابتن. مش وحشنا انا لوحدي، وحش كمان جماهير النادي الاهلي. الله يخليك كابتن. انت ما شاء الله عملت حاجة كويسة قوي، انتقالك من نادي المقاولين وخدت مع النادي الاهلي بطولات، 2 دوري وبطولة عربية ونخبة، فكل دوت طبعا النادي الاهلي ما بينساش الناس طبعا. اللي فعلا قدمت معاه مستوى طيب جدا. فخلينا الاول نروح تقرير ونرجع بقى نفتح مواضيعنا مع بعض. اتفضل يا كابتن. تقرير. اتفضل. واحد من أبرز اللاعبين الذين شغلوا مركز الظهير الأيسر في مصر في السنوات الأخيرة من القرن العشرين، أحمد نخلة. نقش أحمد السيد أحمد النعماني والملقب بأحمد نخلة اسمه مع الأهلي بحروف من ذهب في فترة التسعينات، حيث لعب لصفوف القلعة الحمراء عامين فقط، من عام 1995 إلى عام 1997، بعدما انتقل لصفوف المارد الأحمر قادما من المقاولون العرب، حيث تألق في صفوف ذئاب الجبل في تلك الفترة، حتى أنه كان الظهير الأيسر الأفضل في مصر عام 1993 دون أن يكون لاعبا في أحد قطبي الكرة المصرية. بدأ نخلة رحلته مع الساحرة المستديرة من اختبارات الناشئين في نادي غزل شبين بالمنوفية، ولعب للفريق الأول وعمره 16 سنة، وبعد ذلك لعب للمقاولون العرب 6 مواسم. وخلال وجوده رفقة ذئاب الجبل تلقى عرضا من أوتريخت الهولندي مقابل 250 ألف دولار، لكن إدارة ذئاب رفضت التفريط في خدماته. وبعد ذلك انضم أحمد نخلة للنادي الأهلي ولم يشترط أي مقابل مادي، فتم وضعه على عقود لاعبي الفئة الثانية. لكن المايسترو صالح سليم بعد هذا الموقف الرائع من اللاعب عدل عقده إلى الفئة الأولى ليحصل على 50 ألف جنيه في الموسم. عانى نخلة من مشكلات متكررة في العضلة الخلفية مما دفعه للرحيل عن الأهلي، وبعدها قرر الاعتزال. وخلال مشواره مع المارد الأحمر حصد 5 بطولات، منها لقبان في بطولة الدوري الممتاز وكأس السوبر وبطولة النخبة العربية لمرتين، كما انضم نخلة لصفوف منتخب مصر وعمره 21 سنة، وشارك في أولمبياد أثينا وأولمبياد برشلونة عام 92 مع المنتخب الأولمبي. وعقب الاعتزال اتجه أحمد نخلة للعمل في التدريب، حيث عمل مدربا عاما لفريق التضامن الكويتي، ثم مديرا فنيا لفريق البرقان، وقاد فريق القادسية للشباب إلى الفوز ببطولة الدوري والكأس والسوبر في موسم واحد. واستمرت رحلته التدريبية في الكويت 11 سنة، جمع خلالها الكثير من الخبرات وشهادات التقدير من الاتحاد الأسيوي لكرة القدم قبل أن يقرر العودة إلى مصر مؤخراً. يعني تاريخ كبير وطويل وذكريات أكتر طبعا ليك يا كابتن نخلة. والحقيقة يعني دايما نبدأ مع ضيوفنا اللي بيشرفونا في البيت الكبير دايما بالبدايات، بداية انضمام حضرتك للنادي الأهلي. بس الأول نعرف نخلة، هو طبعا اسم حضرتك مفهوش خالص اللقب ده، أحمد السيد النعماني، مفهوش اسم نخلة في الآخر ولا في الأول ولا في النص. مظبوط. صح. جه منين؟ والله هو يعني برضو يعني السؤال قلت لحضرتك ان هو اتسال قبل كده كتير جدا. ان احنا كنا يعني صغارين في السن، مثلا بتاع 9 سنين 10 سنين كل في يعني عندنا في المنطقه مثلا بنلعب كوره، كابتن هاني كل الصغيرين بيلعبوا، ففي حوالي 20 واحد اسمه احمد. فانا كنت مميز جدا الحمد لله وانا صغير، يعني كان عندي مهاره وباين ان في موهبه. الولد ده هيبقى كويس او في الكوره يعني. ففي طبعا شخص يعني طبعا انا فاكر اسمه، طبعا اسمه عماد عبد الله.
هو كان بطل من ابطال كمال الاجسام في محافظه المنوفيه يعني. فحابب يخليني مميز من وسط الاولاد دول يعني. فقال انت اسمك نخله، وانا كنت قصير كابتن هاني يعني، ما مش يعني مش طويل يعني عشان يسميني نخله. فانا كنت فاكره ان هو يعني بيستهزأ او حاجه. قال لي لا، قال لي بالعكس انا عايز اخلي الناس انت تعلم بالظبط كده، تعلم عندهم ان ايه انت غير دول يعني، عشان تبقى كويسه معاك شويه شويه. اوكي ماشي. اكبر الولاد دولت اللي معانا والناس ان قولوا له احمد نخله، قولوا له نخله. فمشيت احمد نخله. فغزل حضرتك مبسوط يعني بالاسم، وبقيت مميز فعلا يعني، بالظبط بقيت مميز فيها. واتعلق اسم احمد نخله بجماهير النادي الاهلي في فترات طبعا التسعينات. مظبوط. لعيب مهاري بتلعب برجلك الشمال ما شاء الله حبيبي يا كابتن، وحققت يعني 5 بطولات مع النادي الاهلي في فتره صغيره. بس خلينا نرجع قبل النادي الاهلي وكمان قبل نادي المقاولين. انت طبعا اتنقلت يعني النادي الاهلي جابك من نادي المقاولين. مظبوط. قبل المقاولين بقى كانت نادي غزل شبين، بدايتك بقى مع غزل شبين. نادي غزل شبين طبعا زي اي ولاد صغيرين بيلعبوا في السكه، بيلعبوا في 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 مركز شباب ولا حاجه. ولعب الكره الجله كابتن هاني، الكره الرخمه الثقيله دي على الاسفلت طبعا، مباراه مصغره 5-5. مش عايز اقول لك يعني اللي ما لعبش كره جله ده كابتن هاني ما لعبش كوره يعني. ده حقيقي. يعني دي بتوع دي بتاعت برضو المهاريين يعني. بالزبط. هي اللي بتخلق، مش بتخلق المهاره، لكن اللعيب المهاري هو اللي تحس بيه وبيبصر. اللي عنده هيبان يا كابتن هاني. اللي عنده كوره ويلعب بالكره الشراب بالظبط كده ويلعب، هيبان ان هو لعيب كويس قوي يعني. حضرتك كان عندك الميول دي، ما كانتش حتى يعني رغبه عيلتك او كده يعني، ما حدش. لا 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 انا بالظبط. انا بلعب رجلي الشمال دي برضو الحمد لله كانت نعمه عليا. الحمد لله. وكابتن هاني يعرف يعني رجلي الشمال دي مش عايز اقول لحضرتك يعني، يعني مارادونا ميسي ما شاء الله. فالحمد لله كانت الموهبه موجوده. بس اللي يسقل الموهبه دي كان لازم يكون نادي يعني. فرحت اختبارات وانا صغير. مين اللي وداك؟ في نادي غزل شبين، برضه صاحبي، واحد صاحبي. قال لي برضه تعال نروح اختبارات في نادي غزل شبين. اصحابك مخلصين قوي. والله فعلا دولت يعني مش بيحبوني جدا، وانا بحبهم طبعا يعني. فاللي راح معايا انا اللي نجحت في الاختبارات، هو هو ما نجحش. خلصت عليا يعني. وصلك والله كابتن فعلا. انا عارف قصدك. انا زعلت جدا عشان في ناس يعني. في ناس كتير جدا، حتى انا رحت اختبارات النادي كان معايا 8 بالظبط، وما كنتش رايح يعني، ما كنت قلت لوالدي انا مش هروح. لا انا قلت لوالدي مش هروح الاختبارات من غيرهم يعني. انت عارف الارتباط الصحوبيه، بنلعب في الشارع مع بعض. قلت له لا انا لو عايز اروح اختبارات النادي هاخدهم معايا. فروحت انا بس اتخذت او هو ما رجع. نصيب يعني. كان مميز جدا جدا ما شاء الله. تاريخ كبير جدا طبعا. مش هينفع عشان الحاله ما تروحش ياخدها مني. هو حاجه كبيره قوي يعني. هم دول اصحاب ما شاء الله عليه هاني يعني. المهم رحت الاختبارات، الله يرحمه اللي كان موجود الكابتن سعيد شرف والكابتن احمد شرف، دول اللي كانوا الفنيين اللي بيشوفوا الولاد الصغارين او يشوفوا المهارات وينتقوا اللاعبين المميزين. المباراه عباره يعني الاختبارات كانت عباره عن سمول جيم كابتن هاني، ملعب صغير 5-5 وتلعبه لمده 10 دقائق بالظبط، ده ماكسيمم يعني. المهم كابتن هاني انا لعبت رقصت الفرقه كلها وجبت جون ما شاء الله دقيقه واحده بس. قام جاي موقف اللعب، الله يرحمه الحاج سعيد انا فاكرها له يعني، تعالى طب العب، طب اديني فرصه اكمل يعني. تعالى خلاص انت اسمك ايه، وخد بياناتي. ومن اللحظه ديت احنا كنا الاستاد بتاع شبين جوه النجيله، واحنا ورا الاستاد بنعمل اختبارات. فانت بتعمل اختبارات هنا وبعدين انضميت للاستاد دوت النجيله الخضراء مع فرقه. ما كنت بتعمل اختبارات مش على النجيله الخضراء، على 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 ترابه، على التراب، على ترابه. وهو عيني بشمسيه كده قاعد هو يعني. الحاج احمد الله يرحمه وبيشوف الاولاد للنادي اللي نادي غزل شبين. وفعلا انضميت للمرحله بتاعتي، كنت 13 سنه انضميت لفريق 14 سنه. وبدات الرحله بقى بتاعت التدريب، وان انا يعني افهم تكتيك، يعني ايه اقف في الملعب، يعني ايه بدني، يعني ايه مهاري، يعني ايه خططي. بدات بقى اشتغل مع المدرب يفهمني ازاي. والحمد لله الحمد لله يعني بدات 14 سنه 16 سنه كابتن هاني 17 سنه كنت صعد فريق اول. وانت عندك 17 سنه. وانا عندي 17 سنه صعد فريق اول. فريق غزل شبين دوت زمان يعني كانت مجموعه كبيره جدا من اللعيبه، كانوا مميزين جدا في الدرجه الثانيه، منهم مجموعه كبيره جدا فعلا. انا مش ما اقدرش انساهم طبعا، كابتن جمال السحيمي طبعا، وكان في اشرف القرش، وكان في كابتن سعيد قمصان الله يرحمه، مجموعه حمزة كبيرة. كمان وحمزه الجمل، اسلام بالزبط. فتحي حمزه الجمل واسلام كابتن هاني من سني. حمزه الجمل واسلام من شبين. من شبين الكوم. وكانوا معانا في نفس الفرقه، حمزه صعد بعديها بشويه، حمزه وبعد راح الاسماعيلي. وبعدين انا رحت المقاولين انا وخالد كامل. خالد كامل طبعا لاعب طرف الشمال في المقاولين العرب، رقم 20 برضه، لاعب مميز جدا يعني. وصبر ابو شادي المهاجم اللي كان موجود برضه راح المقاولين كابتن، لو تفتكره صبر ابو شادي. سامي قمصان. وسامي قمصان. سامي كان بيتكلم برضه على اسماء يعني. سامي كان صغير وطلع معانا
سامي كان لعيب قوي يعني ما شاء الله، كان عنده مهاره، بس هي الاصابات اللي بيني وبينك اللي اثرت عليه جدا جدا ان هو يكمل ويبقى يعني استار. ربنا ان شاء الله يوفقه في التدريب ان شاء الله. في تاني مين؟ في حماده فاتي برضه روح القناه، في مجموعه كبيره جدا يعني، في سعيد سبيكا، في اشرف القرشي كان منتخب ناشئين، رفعت ابو عوكل الله يرحمه ابراهيم شعراوي، في مجموعه كبيره، مجدي الكوانيني النجم طبعا، يعني مجموعه كبيره، اسامه امصان، عمار زفقار، فرقه ماشي ودخلت ودخلت ولعبت وتميزت بالظبط كده، لعبت معاهم، صعدت فريق اول ولعبت مباراه مع غزل المحله. دي المباراه اللي انا انتقلت بسببها لنادي مول العرب، جت لجنه فنيه، كابتن زمزم الله يمسيه بالخير، الكابتن محمد عبد الحميد، المهندس عبد الله العربي عضو مجلس اداره، دي اللجنه اللي جت من المقاول العرب، كانت عاوزه مهاجم، وكان يجيني يشوفوا المهاجم اسمه صبر ابو شادي. فطبعا بعد المباراه، في خلال المباراه كمان يعني، كابتن زمزم حكى لي، قال لي احنا خلاص ركزنا ان احنا عاوزين ده، يعني مش جايين يتفرجوا عليك اصلا، ده يعني برافو عليك كابتن هاني. هم جايين عايزين مهاجم، عايزين مهاجم يتفرجوا عليك، عايزين مهاجم صندوق صريح رقم 10. المهم عملوا تقارير طبعا بتاعهم ورجعوا تاني النادي المقاول العرب، وتم اختيار احمد نخله وخالد كامل وصبر ابو شادي، وفعلا انضمينا في نفس السنه. السنه دي فريق غزل شبينا كابتن هاني صعد، يعني مش عايز اقول لك، احنا ثلاثه منتخب مصر، حمزه الجمل واسلام فتحي واحمد نخله منتخب مصر الاول، ادي حاجه، سامي مصام منتخب ناشئين، اشرف القرش دوت منتخب ناشئين. بحب غازي شبين قوي انت. انا حاسس بطريقه الكلام عنده انتماء وحب، بس اكيد في صعوبات اكيد يعني. لا هم بصراحه كابتن هاني، شوف انت لو يعني ما كانش عندك وفاء للنادي اللي انت طلعت منه، يبقى انت مش كويس. برغم من الصعوبات اللي انت برضو مريت بيها في غزل شبين يا كابتن خالد. بالظبط بالظبط. كمان نادي المول العرب بصراحه له فضل كبير قوي عليا. نادي المول العرب طبعا ما اقدرش انكر برضو، نادي المول العرب وقفوا معايا وقفه كويسه جدا، قعدت 7 سنين معاهم، منتخب اولمبي. انا لما رحت كابتن هاني نادي المول العرب كنت صغير في السن، هم ما كانوش يعرفوا، ما هو انتقلت خلاص، الثلاثه دول انتقلوا من نادي غزل شبين نادي المول العرب. انا كنت رايح صغير في السن، خالد اكبر مني وصبري اكبر مني 17 سنه بالظبط، 18 سنه. فهم على بالهم ان انا كبير زي خالد وزي صبري. حتى صبري وخالد عمل لهم عقد، انا ما اتعملش. بتتكلم على العقود، على الفئه الاولى والثانيه. قبل ما كابتن جوري الله يرحمه يعمل الفئات دي، برافو عليك كابتن. فانا ما خدتش، اتعمل لهم عقود، انا ما اتعملش عقد، انا جاي ناشئين تمام. وبعدين لما رحت لهم ما لعبتش في قطاع الناشئين ولا ماتش. لا ما انا هقول لحضرتك، اتمرنت معاه في الاول ولعبت طبعا، انا يعني لعبت اول ماتش المريخ، وهم كانوا يعني الحمد لله كانوا بيتنبؤوا لي بمستقبل كويس يعني نادي المقاولين، فقالوا انت ما تلعبش في القطاع، تلعب بس اهلي وزمالك وترسانه. ساعتها كانت فرقه الترسانه كابتن هاني لو تعرف مؤمن ابو فار ومتحف الحوفي وعاوزينهم المجموعه الحلوه دي. فقالوا انت تلعب بس المباريات المهمه مع القطاع. قطاع. دخلت منتخب اولمبي، دي كانت حلوه ليا ان انا اروح منتخب اولمبي، كابتن محمود سعد الله يمسيه بالخير وكابتن مصطفى عبده، لعبت ماتش مباراه اهلي وتم اختياري منتخب الامي منها. حتى كابتن محمود سال ده فين؟ انت بقى ربنا صارف لك ما شاء الله من ساعه ما دخلت. والله العظيم والله العظيم والله مش بهزر يا كابتن، من الشارع يعني فاهم العين عليه. يعني من ساعه ما كابتن محمود راح للاداره قال لهم، كابتن محمود سعد قال لهم احمد نخله دوت اللاعب السود ده مش بيلعب ليه في قالوا لا، قالوا ده مع الفريق الاول وهو جاي فريق اول بس بيلعب المباريات المهمه للنادي فقط. وفعلا تم اختياري والحمد لله رب الحمد لله. يعني بقول ان برضو كابتن محمود سعد من الناس برضو اللي بعد ربنا سبحانه وتعالى له فضل عليا كبير جدا طبعا، ان هو قدر ان هو يوظفني وهيئني ان انا يتعب عليا يعني ان انا ايه العب منتخب اولمبي، والحمد لله لعبت بشكل اساسي. طب معلش يوظفك، انت كنت بتلعب مركز اصل يوظفك، يبقى انت كنت بتلعب في مركز ونقلك هو مركز ثاني. انا كابتن هاني كنت بلعب ناحيه شمال، كنت بلعب طرف شمال يعني زي جاي كده هجومي. يعني تمام. وبرضه لعبت باك ليفت في الغزل، لكن هو قال لي انت ده مكانك كويس، انا شايفك ان انت بتكمل كويس قوي وبترجع تدافع في مكانك بشكل كويس، وطبعا المهاره موجوده الحمد لله. وبرضه حته التركيز، ان انت لما يطلب منك تكتيك معين كابتنيه بتقدر تنفذ اللي بيتقال عليه المدرب، والحمد لله انا نجحت في الموضوع دوت، ولعبت مع كابتن محمود سعد في اسينا 90 اولمبياد، ولعبت برشلونه 92 الحمد لله برضو أدينا بشكل كويس جدا. ولما رجعت من برشلونة 92 مقاولين عرب، رجعت لعبت حوالي 8 مباريات بشكل أساسي بعد الأولمبياد. دايركت يعني تعالى من المطار في النادي، لعبت حوالي 8 مباريات أساسي. وكان في موجود ساعتها لو تعرف كابتن هاني لاعب من مقاولين عرب الله يرحمه اللي كان باك ليفت اسمه سيد حسن. سيد حسن ده كان موجود كان كويس قوي. ده كان بيلعب، فلقيت نفسي بلعب أساسي خلاص، قالوا ده يعني إن شاء الله مستقبل النادي وكده. وفعلا الحمد لله يعني اجتهدت، وبعد كده انضميت لمنتخب مصر مع حضرتك ومع كابتن حسام وابراهيم وكابتن شوبير، برضو لها موقف برضو كابتن محسن صالح برضو
برضو من المدربين برضو اللي انا بعزهم جدا جدا على مستوى شخصي يعني، برضو كان برضو متعاون جدا جدا، واختياري برضو هو اللي اختارني. كانت مباراه جمهوريه شبين والنادي المقاولين العرب في المقاولين عندنا، كسبنا 1-0. وبعد المباراه برضو لقيته موجود مع مدير الكوره تحت ان هو اختيار احمد نخله، احنا عاوزينه في ظل ان الفتره دي كلها من سنه كام فكرني سنة في التسعينات كابتن هاني اعتقد 92 93 كده 92 93 احنا نزلنا درجه ثانيه المقاولين سنه صعدنا على طول، صعدت على طول بالظبط. لما صعدنا بدانا بقى ايه النادي يقف على رجليه كويس قوي، وجبنا لعيبه والفرقه بقت كويسه. فبعد المباراه دي لقيت كابتن برضو محسن صالح منتخب اول، كابتن هاني انت بتتكلم كابتن هاني رمزي كابتن شوبير كابتن حسام كابتن ابراهيم، يعني بتكلم في احمد الكاس طبعا النجم الكبير، مجموعه كبيره، وهادي ووليد وابو الدهب، كانت فرقه حلوه. فطبعا اختيار منتخب مصر الاول دي برضو حاجه يعني حاجه كبيره وفخر وشرف كبير جدا لاي لاعب في مصر طبعا يعني أكيد. وكمان انا مش بلعب اهلي وزمالك يعني، انا انا مضمون النادي المقاولين العرب. حتى كابتن محسن صالح يعني كان في اتصال تليفوني وما بينه ان قلت له انت اخترت ناس كتير قوي وتهاجمت يعني، قال لي طبعا لازم اتهاجم يعني امر طبيعي لازم اتهاجم، انا باخد لعيبه مش في الاهلي وفي الزمالك لمنتخب مصر، والحمد لله رب الحمد لله يعني. طب قبل ما تروح للمنتخب كان حصل معاك موقف انت وسمير كمونه لما رحتوا تسلموا على كابتن مجدي طلبه وما سلمش عليكم صح في الحسين، عايزك تحكي لنا الموقف ده. عايز تعمل ايه في الحسين الاول؟ نتعشى والله يا كابتن. والله صح. هو ما سلمش علينا. امال احنا كل يعني يوم في الاسبوع كابتن كده نطلع نروح لحسين مثلا نتعشى حمام ولا حاجه، انت وكمونه؟ انا وكمونه طبعا. وبعدين ايه في مره لقينا الكابتن مجدي طلبه ومعاه اخوه شبهه شويه، فطبعا مجدي طلبه يعني نجم كبير طبعا. سلمت على شبهه؟ لا هو شبهه هو كابتن يعرف له اخوات كده حوالي 4 5 شبهه كلهم شبه بعض. فعلا ده حقيقي. فمجدي طلبه يعني انت شايفها شفت هاني رمزي مش هروح اسلم عليه؟ هروح اسلم عليه. حسام حسن هروح اسلم عليه عادي يعني. فقلت الكمونه ده مجدي طلبه نجم الزمالك وباوك اليوناني وراجل نجم يعني. طلع اخوه هو مجدي طلبه. فروحنا سلمنا عليه، قلت له يا سمير تعالى نسلم عليه ده مجدي طلبه يعني نجم كبير. قال لي خلاص ماشي. يا ابن الحلال ندخل؟ قلت له لا تعالى نسلم عليه. فانا اصريت بصراحه وجي معايا سمير وسلمنا عليه، كابتن مجدي ازيك وبتاعه. هم مش مهتموا برضه، واحنا كنا لسه في المقاولين يا دوب منتخب الاولمبي بالعافيه يعني تتعرف. لسه في الاهلي لسه الشكل ومش في الاهلي ومش في الزمالك بالزبط. يعني انت لاعب منتخب الاولمبي مش في الاهلي ومش في الزمالك مش هتتعرف برضه. سلم علينا يعني سمير خدها ان ايه ده مغرور جدا ده مش مركز معانا يا ابني الحلال سلم على الراجل خلاص وبتاعه ومش عارف ايه. المهم سلمنا عليه وخلاص ومشينا تمام. فسمير قال لي انا قلت لك وكمان لابس قميص مشجر ولونه بني انت عاوز ايه يعني. طبعا الكمونه طبعا دمه خفيف جدا الكمونه. فقلت له خلاص. فتشال ايام سبحان الله تدور الايام بينا واحنا كابتن هاني خلاص بقينا في منتخب مصر، والكابتن هاني الكابتن مجدي لما رجع من الباوك اليوناني على الاهلي هو انضم لينا في منتخب مصر. يعني انت كنت في منتخب مصر احنا موجودين خلاص رجعت وقابلته تاني بالظبط. هو جالنا هو اللي رجالك بقى برافو عليك. فكنا في معسكر في سوريا اعتقد كابتن حضرتك كنت موجود في المعسكر ده، كنا في مريدن اللاذقيه كان عندنا مباراه مع منتخب لبنان ومنتخب سوريا. فكنا قاعدين على البسين كده بعد العشاء يعني قاعدين شويه موجودين فسمير بدا ايه قال لي كابتن مجدي طول بقى قاعد اهو. قلت له عايز ايه؟ تعالى نفكره بموضوع الحسين. تعالى نفكره بايام الحسين لما احنا كنا موجودين تمام وهو ما كانش عاوز يسلم علينا. قلت له يا عم هو سلم علينا. فقال امتى الكلام ده؟ انتوا بتهرجوا؟ قال فكمونا. قلت له لا يا كابتن ما بيهرجش ده بيتكلم بجد. قال له انا ونخله كنا موجودين في الحسين وجينا لك كمونا بقى يعني برضو بيتكلم جد يعني جينا لك حضرتك احرجتنا احنا جينا لك وسلمنا عليك وانت ما كنتش مهتم تمام وكنت لابس قميص بني مشجر كمان بالاماره قام جري وراه والله. فطبعا دي من الحاجات الجميله كابتن مجدي طبعا نجم كبير طبعا طبعا بصراحه يعني كبير وانا عارف طبعا سمير روح الفكاهه فيه يعني دايما كان عندنا كمان مواقف كتير مع سمير بالظبط. خلينا النقله بقى يعني النقله الكبيره كانت لمنتخب مصر الاول تمام وشاركت مع المنتخب في زي ما بتقول في الاولمبياد كان بالنسبه لك كمان برشلونه 92 بطوله كبيره جدا كابتن هاني طبعا اللجنه الاولمبيه كنا في برشلونه الاستقبال اللي احنا استقبلناه هناك ما جالكش حاجه بره يعني دايما الاولمبياد بتطلع بيكون فيها يعني فيها ايجنت كتير بيشوفوا اللعيبه المميزه جالك اي حاجه في اوروبا من خلال البطوله دي ولا ما كانش حاجه والله موجودة؟ هو جالي نادي اوترخت الهولندي بس مش بعد برشلونه كابتن لما رحنا معسكر في هولندا وعملنا حوالي 3 مباريات هناك
اعتقد حضرتك كنت موجود برضو، يعني كان الجيل بتاعنا كان موجودين مين هم برضو يعني، كان هادي ووليد وحضرتك واحمد كابتن احمد الكاس، كابتن حسام وابراهيم، المجموعه دي ابو الذهب كمونه كانت في مجموعه كبيره موجوده معانا، ولعبنا 3 مباريات هناك. وبعدين لما رجعت مصر كلمونا في اتحاد الكره المصري، بلغوني ان كابتن عبد العزيز طبعا قال لي ان نادي اوتريخت الهولندي باعت دعوه ليك انك تروح فتره معايشه علشان الناس عاوزه نيتهم انهم يتعاقدوا معاك. وفعلا ساعتها انا لبيت الدعوه الحمد لله، والنادي بصراحه النادي مهني وافق ان انا اروح الفتره دي، ورحت قعدت شهر هناك كويس وعملت التشيك بتاعهم كابتن هاني الكشوفات الطبيه بالظبط كده انت عارفه، ولعبت مباراه وديه، اتمرنت حوالي اسبوع لعبت مباراه وديه، قعدت شهر هناك ورجعت مصر. لما رجعت النادي وافق، النادي اوتريخت وافق على الانتقال بالظبط كده يعني. وبعت فاكس للاتحاد وبعت فاكس لنادي المقاولين العرب بالموافقه، لكن النادي المقاولين رفض، وكان عرض 250,000 دولار، ساعتها مبلغ كبير جدا طبعا. وقالوا لي يعني في 150,000 دولار للنادي و100,000 دولار ليك انت. قلت لهم ماشي، حتى لو انت هتاخد الدولار بكام؟ اعتقد بحوالي 3 وشويه كده يعني. برضه مبلغ يعني وقتها مبلغ كويس جدا، مبلغ كويس جدا. طب ايه اللي حصل؟ اللي حصل النادي المقاولين العرب يعني هم مش الحمد لله رب يعني هم مش محتاجين فلوس. وانا الفتره دي كنت موجود ضمن صفوف منتخب مصر، ودي بالنسبه لهم دعايه. تمام؟ ماركتنج طبعا بالظبط كده. هم يعني كانوا حسبوها كده. بالظبط. قال لي كده، قال لي احنا مش محتاجين فلوس. تمام. انت راجل لعيب عندنا، لعيب بتمثل من النادي وبتمثل منتخب مصر، فدي عندنا دعايه ميديا كويسه. وخلاص وقف الموضوع على كده، ودخل بقى مين؟ باشمهندس عادل بقى في الموضوع ده لما عرف ان عادل القيادي. حبيبي الغالي باشمهندس عادل بقى. يعني اكيد في حاجات كواليس مع طبعا. هو لما رجعت كابتن هاني خلاص اوكي يعني اتكتب في الجرايد طبعا ان تم رفض العرض بشكل نهائي، واحمد نخله موجود في نادي التضامن في نادي المقاولين. نادي المقاولين وخلاص اوكي. تم التواصل بيني وبين الباشمهندس عادل القيعي وقعدت معاه. هو اللي كلمك؟ هو اول من كلمك في النادي الاهلي باشمهندس عادل القيعي؟ لا مش اول من كلمني باشمهندس عادل القيعي، قبلها بسنه كان في كابتن حازم هواري. كابتن حازم بعت لي حد يعني وقال لي احنا عاوزين تكون موجود معانا وكده في النادي الاهلي، وقبلها بفتره يعني. قلت له ان شاء الله يعني النيه موجوده عندك؟ قلت له ان شاء الله النيه موجوده عندك. النادي الاهلي نادي كبير طبعا، معقوله يعني انت بتعرض على النادي الاهلي مش هروح؟ انا موجود في النادي مقاولين ويعني بالطرق الشرعيه خاطبوا النادي، وانا قال لك ان النيه موجوده عندي يعني. بس هو ده دي اللي حصل يعني. بعد كده اللي كلمني بشكل جدي وقال لي عاوز اقعد معاك باشمهندس عدلي. وفعلا رحت قعدت معاه، وكان الموسم بينتهي يا كابتن هاني، خلاص الموسم بينتهي يعني، يعني ممكن تقول ناقص مباراتين ثلاثه على انتهاء الدوري خلاص يعني. وكان عقدك في النادي وكان عقدي في النادي تقريبا باقي سنه خلاص، باقي سنه او حاجه، ومصلحه للنادي انه استفاد ماديا من ورايا يعني. بالظبط. فرحت للباشمهندس عدلي وقعدت معاه وقال لي ابو حميد احنا عاوزينك في النادي الاهلي، والكابتن صالح سليم عنده خبر ان انا هقعد معاك. طبعا باشمهندس عدلي ما كانش بياخد خطوه الا لما بيرجع للكابتن صالح الله يرحمه. فقلت له يا كابتن عدلي ان شاء الله باذن الله انا عندي النيه وان شاء الله احب ان انا اكون موجود معاكم. قال لي خلاص انا معايا العقود، تمضي العقود. طبعا مضيت العقود وما اتكلمتش في اي اموال ولا فئه اولى ولا فئه ثانيه. يعني اداك العقد انا ما عايز ابقى موجود. مضيت وخلاص. مضيت وخلاص، ما كانش في فرصه حتى ما كانش في كلام حتى عقدك كام بالزبط. عايز كام الحاجات دي موجود يعني. الباشمهندس عدلي موجود ويسال على الكلام ده يعني. فقال لي خلاص ماشي. مضيت وقال لي لا استنى. اتصل على كابتن صالح الله يرحمه وقال له احمد نخله موجود معايا ومضى العقد. فكلمني قال لي انت مضيت على العقد؟ قلت له قال لي على العموم يا كابتن صالح. كابتن صالح الله يرحمه. الله يرحمه. انت كلمت في فلوس؟ كلمت في بند من البنود مع الباشمهندس عدلي؟ قلت له لا انا مضيت مع الباشمهندس عدلي، وده شرف ليا يا كابتن صالح ان انا اكون موجود في صفوف النادي الاهلي. بكل بساطه كده طبعا. بعد التالق كمان اللافت للنظر ده، كان من الطبيعي ان النادي الاهلي يعني يبص لك او يركز عليك. الحمد لله. مين انتمائك الكروي؟ والله هو زي ما قال الكابتن هاني كان سمير كمونه. طب قول الو. قول له الو. الو يا نخله حبيبي يا سمير، ازيك يا حبيبي؟ يا راجل سيب المايك شويه للناس يا راجل. كابتن هاني سمير اهلا بيك يا حبيبي، منور حبيبي يا كابتن. اخبارك ايه؟ وحشني. الله يخليك يا سمير. ولازم برضه القميص اللي مشجر. ما بتسيبش حقك انت. ما بتسيبش قميص مشجر بني برضه. هو اللي قطع بالكابتن مجدي مش انا. مفيش. ازيك يا استاذ ايهاب؟ طبعا ازيك يا كابتن سمير.
ربنا يخليك. متألقين طبعا، دويتو جامد جدا. الله يخليك، ده بيك انتوا. الله يخليك، الله يخليك. انتوا منورين البيت، بيتكم منورين، واضافه لقناه النادي الاهلي، وحاجه جميله جدا. الناس اللي يعني عايز اقول لحضرتك كابتن هاني، القائمين على القناه كلهم الحقيقه في تطور في كل حاجه. نشكرك، بنشكرك جدا حبيبي يا سمير. بحيي طبعا ايوه انتيمك حبيبي بقى، ابو النخيل صاحب حبيبي. حبيبي يا سمير، حبيبي، ربنا يخليك يا حبيبي. نجم كبير طبعا، كان نجم نادي المقاولين، خدنا بطولتين مع بعض في نادي المقاولين، كاس افريقيا وكاس مصر. ورحنا المنتخب مع بعض بقى، كابتن صالح، كابتن هاني كان معانا فتره، وبعدين رحنا النادي الاهلي مع بعض. فعشنا يعني مع بعض يعني طبعا فتره طويله قوي مع النادي الاهلي ونادي المقاولين في المنتخب. ويعني الحمد لله يعني كسبت صديق عزيز ليا بره الكوره، وسواء كمان في الملعب. يعني الكابتن احمد نخله من الناس يعني محترمه جدا، وشخصيه يعني زي ما بيقولوا كده لغه الكوره، شخصيه نظيفه قوي. حبيبي ده من ذوقك يا سمير، تسلم يا حبيبي. كله يعني. امال لما راح الكويت كنت ما انت مين يعني، كنت مين اللي كان اقرب لك؟ راح 11 سنة صح؟ قعدت 11 سنة كابتن نخلة؟ ما هو كان بيجي لي. راح 11 سنة كان بيجي لك هناك؟ جالي ثلاث مرات، زي جبت ثلاث مرات. هياخد مسمى، كان متعب جدا كل ده. خلاص بقى كفاية بقى. ما هو خلاص رجع نهائي. رجع نهائي. لا يعني برضه في خبرات الحمد لله، هو كان بيحكي لي قبل ما يخش. طبعا هو اكتسب خبرات تدريبية من خلال وجوده مع في قطاع الناشئين في بعض الأندية الكبيرة في القادسية، حتى على مستوى الفريق الأول. فطبعا مشوار طويل، وده هنتكلم برضه مع أحمد فيه اللي هو المستقبل وإيه اللي جاي. لكن قول لنا بقى أبو سمرة، لسه بيحكي لي على كواليسه الكابتن مجدي طلبة والقميص المشجر، فقول لنا كده حاجة من مواقف تانية. مواقف تانية عايزين نعرفها يعني. مثل مشجر انا بتاعي ولا بتاعه؟ لا بتاع كابتن مجدي طلبة اللي كان لابسه وما كانش ما ساعات مش عايز يسلم عليك. لا هو كابتن مجدي طلبة كان ايه؟ قابلناه في الاوتيل، فاحنا كنا في نادي المقاولين قاعدين، قلت لاحمد تعالى نتمشى شويه، رحنا ناكل حاجه حلوه كده هناك، نتمشى. كانت يعني الخروجه دي برده كانت كويسه ساعتها، وناكل حاجه حلوه كده. قابلنا كابتن مجدي طلبة جاي من اليونان بقى، طبعا هو رافع اللياقه كابتن هاني، فاهم انت؟ ايوه معاك. هو حكى الموقف ده بتاع القميص المشجر بتاع اللياقه ده. بتاع واحد. خلاص يا كابتن مجدي انت سامع ست سنين وهتبطل، احنا اللي جاي بقى خلاص. عايز اقول لك يا كابتن مجدي مالك فيه؟ فاحمد نخله قال لي ده كابتن مجدي طلبه، قلت له تعالى نسلم عليه. هو احنا رايحين نسلم عليه، فهو كان معاه ماسك كيس لب كده عمال يقزز فيه. عمال يهزل ويرمي، فقلت له يا كابتن مجدي، قال لي اهلا وسهلا. مش عارفه، ما عرفناش. ما برضه يا سمير الراجل لسه ما يعرفكش يا سمير، ما انت يعني انتوا برضه كنتوا لسه راجعين من الاولمبياد، لكن طبيعي جدا ان الراجل كان بيلعب برضه في باوك وما يعرفكش. يعني لو يعرفك كان اكيد هيسلم عليك كويس. انا عارف يا كابتن هاني، ما انا عارف الموقف ده بتحصل معانا ساعات. بالظبط. يعني واخد بالك انا متفاهم جدا طبعا، انما لما انا فكرته بقى قلت له انا سمير كمون احمد نخله، قال لي بس احنا يعني ما اتفرجش عليك كتير وكده. ده كمل يعني. كمل، قال انا عارفك بس يعني هو احمد نادي، بس انا ما اتفرجش عليك كتير، بس الاسامي يعني في ودني على طول يعني. قلنا له بقى الحمد لله على السلامه وكده، ما تأذتش. وبعد كده انت رديتها له يا كابتن سمير يعني، وعرفنا النهارده انك ما بتسيبش حقك. ايه انت رديتها له قبل بعد كده لما قابلته في المنتخب؟ حكى الموقف كله. حكينا الموقف كله صح، قاعدين وكده وقاعدين. فاحنا دلوقتي بقينا مع بعض في المنتخب وفي النادي الاهلي، خلاص احنا زينا زي بعض دلوقتي، ما تنططش عليك انا كتير. طب كابتن احمد نخله يا كابتن سمير، خلاص يعني النهارده عودته لمصر بشكل نهائي من الكويت، ما بتفكروش انتوا الاثنين ان انتوا تكونوا مشاركين في جهاز فني واحد؟ والله طبعا شرف ليا للكابتن احمد طبعا يكون متواجد معايا في اي عمل، اي نادي في الجهاز الفني معاهم كده. لكن انا مستني طبعا الكابتن هاني رمزي عشان يبقى معايا يعني. حبيبي يا سمر، حبيبي يا سمر. يعني لا ان شاء الله يجمعنا طبعا. سمير من على فكره من المدربين الواعدين ومجتهد جدا جدا، وكمان خبراته في اوروبا وخبراته مع النادي الاهلي وخبراته كبيره جدا، حتى بدات تنعكس على التدريب. لكن عايز اخد رايك بقى في رابح ماجر اللي قاعد جنبنا دلوقتي قدامنا. ايه رايك في رابح ماجر؟ اول ما دخل عليا في الاستوديو، هو ما انا عارف ان احمد اللي داخل، فرابح ماجر فما شاء الله ستايل. نفس الستايل يا رابح ماجر، الشعر والحته اللي قدام. لا صح، نفس الستايل برضه يا كابتن. صح مظبوط والله، مظبوط.
لا 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 ده انت جبته بالظبط. ما تقطعش ما تقطعش. لا ده حاجه لا منورنا يا احمد طبعا. حبيبي يا كابتن هاني، ربنا يخليك ربنا يخليك. يعني هو كابتن هاني كابتننا كلنا، ما اقدرش اتكلم بقى كابتن احمد خلاص بقى. مش بعد الهوا يا سمر ان شاء الله هنتكلم زي ما احنا عايزين. شكرا شكرا ليك يا كمونه، وان شاء الله يعني تشرفنا تاني باذن الله. حبيبي يا سمير حبيبي. طيب احكي لنا بقى انت وقفت عند التليفون من باشمهندس عدل القيعي. تمام. قابلت بقى كابتن صالح سليم رحمه الله عليه. احكي لي بقى كده اول مقابله ليك مع كابتن صالح، واهم النصائح اللي قالها لك تفتكر له ايه اصلا؟ والله هو طبعا بعد ما خلصت مع كابتن باشمهندس عادل القيعي لما بدانا رحنا النادي بعد كده، حتى سمير كان انضم في نفس الموسم معايا. سمير حتى كان رايح النادي النصر السعودي، والباشمهندس عادل اتوفق ان هو يقعد مع مدير الكوره السعودي، وخلص سمير كمان. فروحت انا وسمير في نفس الوقت يعني. في نفس وكمان قالوا لنا تعالوا عشان هتلبسوا تيشيرت النادي وتصوروا بيه يعني بي. فبعدها بحوالي كده اسبوع بدانا نتجمع وكده، وكابتن صالح بعت لنا ورحنا سلمنا عليه. طبعا حاجه طبعا كبيره جدا جدا طبعا، شخصيه راقيه جدا الله يرحمه. رحب بينا بشكل جيد جدا يعني برضو كان من اسباب برضو ان هو يعني بيديك الباور كابتن هاني، التوفيق بالظبط كده. انت اضافه لينا، وحته انت اضافه لينا دي بقى لها معاني كتير جدا يعني. انك لازم تتعب وتكون على قد مسؤوليه وتجتهد، نادي كبير ونادي كله بطولات، فطبعا يعني مش هتيجي كده. انت مثلا انت تم اختيارك بناء على دراسات وعلى راي مثلا منظومه كلها بتدرس كده ناس اصلا. طبعا انت لازم تكون اضافه للكيان وللنادي، وتكون اضافه للفريق. فالحمد لله يعني بصراحه يعني كان محفز لينا كويس قوي. التواضع بتاعه كمان ان هو ان انتوا خلاص بقيتوا مننا، وان شاء الله باذن الله تكونوا اضافه قويه وتقدم، وانتوا يعني حاولوا تدخلوا في وسط اللاعبين، ما تحسوش ان انتوا لسه جداد. والحمد لله كانت بالنسبه لنا برضو كابتن هاني ان اللي موجودين مين؟ كلهم زمايلنا، كلهم منتخب مصر زمايلنا. ما ده اللي ساعد كابتن شوبير بالظبط، كابتن حسام، كابتن ابراهيم، هادي، وليد، المجموعه اللي كانت موجوده، عمرو حديدي، هشام حنفي، كشري، كل دول كانوا معانا في المنتخب. فاحنا يعني خلاص كل دول اصدقائنا واصحابنا، فالحمد لله ما حسيناش خالص ان احنا لسه جداد وكده. لا الحمد لله يعني اتوفقنا بفضل الله. واعتقد ان في بدايه الموسم كمان موضوع البطوله العربيه اللي فرق معايا كتير جدا جدا، اداني برده معنويات كويسه قوي، وقرب الجمهور النادي الاهلي مني. موضوع البطوله العربيه الهدف الذهبي اللي انا جبته الحمد لله يعني علم مع الناس قوي، كانت حلوه قوي ليا كمان الحمد لله في البدايه. ودايما البدايات يبقى فيها طبعا توفيق من عند ربنا واجتهاد، انك من البدايه طبعا الجماهير عارفاك من خلال منتخب مصر الاولمبي، من خلال نادي المقاولين، لكن كمان عايزه تحكم على احمد جوه وهو لابس تيشيرت النادي الاهلي، دي بيبقى ليها نظره مختلفه. فانك بتلعب بثقه وبتلعب بطوله العربيه وبتحرز هدف وبتفوز بيها، دي كمان انت بتديك ثقه ان خلاص انت الجماهير خلاص عارفه مسؤول خلاص. طبعا بالظبط، وده مهم جدا جدا جدا. فرق كتير كابتن هاني، فرق كتير جدا بطوله العربيه لما ده لسه جاي النادي، انت مفيش حوالي بالظبط اقل من شهر ولا حاجه، وانك تاخد بطوله. يعني مش عايز اقول لك احنا في المقاولين زي ما قال سمير ان احنا خدنا كاس مصر وخدنا بطوله افريقيا. يعني بطوله افريقيا احنا لعبنا لحد قبل النهائي، يعني انا وسمير لحد قبل النهائي كنا موجودين للامانه يعني. فرقه المقاولين بصراحه كملوا وخدوا النهائي، بس احنا ما خدناش النهائي انا وسمير، بس الحمد لله في التصفيات دي كلها احنا موجودين. تحسب لينا يعني. طبعا تتحسب بطوله ليكوا اكيد. انك لسه بتقول بسم الله في نادي وتاخد بطوله، يعني بصراحه دي برضو حاجه يعني. وبعدين كمان سنتين اتنين دوري عام ورا بعض، يعني برضو احنا حته الجمهور برضو كابتن هاني برضو كان بعيد عننا جدا يعني. انت بتتكلم في النادي المقاول العرب، احنا ما الجمهور ما عندناش جمهور، الموظفين كانوا بيجوا. بتفرق يا احمد جدا 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 على طبعا. المستوى انك وانت بتلعب عارف ان في جماهير وراك، وعارف بالزبط. ان جماهير كمان مستنيه منك حاجه بالظبط. وبتفرق دلوقتي حتى على مستوى الانديه الشعبيه، طبعا بيبقى ليها لعبتها، ليها مواصفات خاصه، انك بتخرج بعد الماتش لا متاكد ان في حد ايه يا كابتن مبروك، او حد يكون منك زعلان منك. فالحته دي بتفرق في شخصيه اللاعب نفسه، مش كل لعيب يقدر يلعب في انديه جماهيريه. مظبوط يا كابتن. ممكن تكون الجماهير برضو بتعمل ستريس او ضغط على لعيبه ما تقدرش تكمل. مظبوط. تيجي تلاقي عايز يلعب باص، انا قدامك تلاقي الباص بقى مس باص في حته ثانيه. مظبوط. ده من ضغط الجماهير، وهو كمان مش واخد على دي. احنا الحمد لله يعني الموضوع دوت ان احنا برضو لما لعبنا منتخب مصر
فرق معانا ان الجمهور مصر بيشجع منتخب مصر. ايوه فا اوكي الدنيا بقت اوكي. لما روحنا النادي الاهلي هنا الجماهير يعني يعني البطوله العربيه كانت نهائي. لو تشوف انت المباراه 100,000 متفرج كانت في المغرب. كانت في مصر بطوله عربيه استاد القاهره 100,000 يعني 100,000 موجودين. جمهور ده بيعمل ضغط عليك. لكن في جمهور بيعمل بيدي قوه وبيدي باور للعيبه برضو ان انت بتديني ال أيوة الباور يعني. علشان اعطي وعلشان ادي وعشان اعلى يعني اطلع كل اللي عندي. فهي دي برضو موجوده في لعيبه. طبعا انا قلت لك في الاول انها بتتاثر بالجمهور. ما بقدرش بيقول لك يعني مشدود جدا وعصبي وفي لعيبه ما بتنامش كتير غير طبعا انت عارف في ناس ما بتنامش. بيبقى تاثيرها العصبي بينعكس عليه على الاداء الفني فما بيقدرش يادي بشكل كويس. بالظبط بالظبط. فطبعا لا جمهور النادي الاهلي كمان بصراحه يعني انا بقول ان هو يعني هو الباور وهو الانتماء دلوقتي خلاص بقى انتماء للجمهور دلوقتي. هو اللي بيحارب عشان يتفرج على المباراه. هو اللي بيحارب ويقاتل عشان يجيب مثلا هاني رمزي يجي يلعب. راجل لعيب كويس قوي يتكلم عليه كويس قوي. وطبعا شايفين السوشيال ميديا عامله ازاي دلوقتي بقى رايها مهم جدا. الجمهور بقى له دور. الجمهور كمان يعني بنتكلم ان هو يعني هو حلوة القوة. الكلمه دي طبعا هو القوه بتاعت هو بتاعت النادي. هو هو صاحب الانتماء الاول. طب بما انك ذكرت المنتخب الوطني وموضوع برضو الانتماء يعني انت اول من امنت او تبنيت عصام الحضري كابتن عصام الحضري في المنتخب صح؟ هو مش تبنيت عصام الحضري. هو عصام لما جه المنتخب عصام كان في نادي في نادي دمياط. ايوه الكابتن محسن صالح طبعا هو ما شاء الله يعني هو عنده رؤيه كويسه قوي وبيعرف يشوف اللعيبه كويس. فتم اختيار عصام الحضري من دمياط. محدش كان يعرف عصام خالص. واحنا كنا منتخب مصر ساعتها وكنا في تونس يا كابتن هاني قبل ما نروح الجزائر. لما احنا كنا معسكر في تونس 10 ايام وكان عندنا ماتش في الجزائر ساعه المطر. والماتش اتعاد تاني يوم. ايوه ايوه وحضرتك كنت موجود. وكان في حد في حاجه هقول لك عليها انت فاكرها اكيد. طيب ماشي. البوما الكينج الشوز. البوما الكينج اللي خد عصام مني ولا اللي انا خدتها منه؟ انت كمان خدت واحده. الفتره دي كنا احنا معسكر 10 ايام في تونس لان احنا كان عندنا ماتش مباراه في الجزائر. في اجواء تونس نفس اجواء الجزائر. كان في شتاء طبعا. فانا كنت قاعد في الغرفه انا واحمد ساري فلقيت الباب الغرفه بيخبط. لقيته فتحت فلقيت واحد بيقول لي انا عصام الحضري جاي لك من طرف صبري ابو شادي من دمياط. بالظبط بالنص كده. ومين صبري ابو شادي بالنسبه لك؟ ما انا هقول لحضرتك صديقك بقى قوي. صبري ابو شادي ده مهاجم. مهاجم نادي دمياط. وعصام كان بيلعب في نادي دمياط. ما حدش عارفه كابتن خالص عصام. ما حدش عارفه خالص يعني. ولسه وجه جديد جاي. فقلت له طيب ايه يا عصام انت عاوز ايه مثلا؟ تعالى. ودخل الغرفه معايا قال لي انا عاوز اقعد معاك لان ايه انا مش عارف حد في المنتخب وعايز اعرفني وكده. فقلت له خلاص اوكي. فكابتن محسن صالح نزلت له قال لي ده لسه جاي جديد ما يعرفش حاجه خالص فانت عرفه على اللعيبه وعرفه مين حسام ومين ابراهيم ومين هاني رمزي ومين يتقال له كابتن ومين يتقال فهمه. والله العظيم كده. قلت له حاضر يا كابتن تمام وان شاء الله هو يبقى موجود معايا في الغرفه واحمد ساري هيروح تقريبا مع وليد او حاجه زي كده. دي كانت بدايه عصام فعلا. وبدات اعرفه بقى فعلا من اللحظه ديت اللي انت قابلته فيها وقال لك انا من طرف اول يوم جه منتخب مصر جالي انا. جه من القاهره على تونس وجالي انا. هو جاي لي انا مخصوص. هو جاي لك على اساس حد قال له احمد هناك بالظبط كده يعني روح بالزبط. وهو مش توصيه اكتر من انها ان هو الاول يعرفه الاجواء ويبقى الموضوع بالنسبه له اهدى شويه. اسهل ما يقعد مع حد لسه اسم كبير ممكن يكون فيه رهبه شويه. فاحمد جاي عن طريق كده. حد فعلا وفعلا قعدت مع عصام وطول عصام خلي بالك هاني رمزي كابتن هاني رمزي كابتن حسام كابتن حسام كابتن ابراهيم كابتن شوبير مش فاكر طبعا كابتن مجد طلبه دول كباتن كبار. لكن بقى هادي ووليد وكمونه والمجموعه دي احنا مع بعض يعني عادي قريبين من سن بعض. طب اعرف حسام ابراهيم منين ازاي؟ ما هو طبعا قلت له ده رقم 2 وده رقم 9 يعني حسام كان بيعلمهم بالرقم مش ايوه والله العظيم جت فتره كده كابتن بعد كده لما شويه طبعا خد عليهم بان عليهم الفروقات. فعلا دي كانت عصام معايا هو موجود عارف عصام الموضوع ده بس دي كان عصام وما شاء الله توفق. وبصراحه يعني ما من انا اقول ايه يعني احسن حارس مرمى في تاريخ مصر يعني حقيقي. بصراحه يعني ده حقيقي عصام ده حقه يعني تاريخ. طيب. عصام تاريخ يعني سلبياته دي على جنب خالص لكن هو فعلا حارس مرمى كويس. والكابتن محسن طبعا كان عنده رؤيه كويسه قوي ان ده هيبقى حارس كويس وفعلا بقى حارس مدرب حراس المرمى في الوقت ده الكابتن حسن مختار. الله كابتن حسن مختار الله يرحمه طبعا طبعا برضه من المدربين الكبار واللي ليه عين ما شاء الله عليه الله يرحمه بالظبط. بس انا عايز اعرف موضوع جزمه البوما. انا اعرف انا ناسي
كل اللي فاكره ان عصام الحضري كان برضو وانا راجع مره من المانيا، فكان في جزمه اسمها بوما كينج، دي كان جزمه عصام حابب شكلها وبتاع، فقال لي فديتها له، ولغايه دلوقتي اعتقد عصام عنده ومحتفظ بيها، لان انت عارفه ان عصام الحضري، فاكر يا احمد، جاب جون مره بيشوط كوره بيطلع كوره جت في العرض ودخل جون، في العرض كان بالجزمه بتاعتي والله. يعني قلت له شفت بقى، قال لي بقى هحافظ عليها، حافظ عليها فعلا. احنا الفتره اللي لما كنا في تونس وكنا رايحين الجزائر، لما الدنيا كان في شتاء قوي جدا 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 والارض بقت ميه كلها، وكانت الجزائر قال لك احنا نلعب مباراه، قالوا نلعب مباراه، واحنا كان كلنا كنا ايه يعني، كنا معانا الكوبا المونديال العاديه يعني، مش المطر، مش واخدين معانا جزم سيستا ستارز كابتن هاني. ايوه فطبعا يعني مشكله كبيره، هنلعب ازاي؟ ما مش هنعرف نقف على رجلينا. واللي لعب المباراه ديت كان وليد صلاح الدين واحمد الكاس. طب سريعا جدا، معلش انا اسفه، في حد حابب بس يسلم عليك دلوقتي واحنا في البيت الكبير. اتفضل، هو معاك على التليفون دلوقتي. هي معاك على التليفون دلوقتي. هي معاك على التليفون. مريم. ايوه. ازيك يا مريم؟ عامل ايه هناك؟ بنتك؟ مريم. مريم ازيك؟ سلمي على كابتن هاني. لا تمام، ازيك؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله. بابا منورنا اهو على الشاشه. ايوه منور طبعا، منور والله العظيم التلفزيون. عندك سلامي يا حبيبتي، سلامي. حبيبتي يا مريم، عامله ايه؟ الحمد لله. انت عندك كام سنه يا مريم؟ سلمي على طنط. طيب سلمي على طنط. طنط لا هزعل. لا طنط دي هتوديني في ده. قول حاجة. لا طنط ايه يا مريم؟ لا لا سهام يا حبيبتي الكلام ده. لا اوعي. كم سنة هي؟ كم سنة؟ هي عندي 17 سنة. ما شاء الله عليك يا حبيبتي. انت في الجامعة دلوقتي مش كده؟ لسه رايحة. لا انا في ثالثة ثانوي. ثالثة ثانوي؟ ثالثة ثانوي والله. ما شاء الله عليك يا حبيبتي. طنط ازاي؟ مثلا. لا منورة طبعا القناة ومنورة البيت الكبير. و بابي عامل معاكي ايه في البيت؟ كويس الحمد لله. عايزك تخشي كليه معينه ان شاء الله؟ انا عارف الجايه السنه الجايه ثانويه عامه ان شاء الله. انت شايف فيها ايه يا احمد؟ شايف قدراتها ايه وشايفها رايحه فين؟ والله ان شاء الله تتوفق. بس كابتن هاني طبعا نفسك تكون إيه؟ مريم حبيبه قلبي، اطيب قلب في الدنيا. ربنا يخليك. طيبه قوي قوي وبتحب الخير جدا وحاجات كويسه قوي فيها يعني. وطيوبه قوي يعني. فاتمنى لها طبعا التوفيق طبعا، و اشوف ان رغبتها ان شاء الله يعني بتحب الانجليزي قوي. يا رب تبقى ان شاء الله انجليش باذن الله. يا رب تتوفق يا رب ان شاء الله. انجليزي ولا حاجه تتوفق يا رب ان شاء الله. ان شاء الله يا حبيبتي تتوفق يا رب. وهي شاطره الحمد لله، شاطره كويسه يعني الحمد لله. صح يا مريم؟ ايه بقول ان انت شاطره صح ولا لا؟ طبعا يعني عايزين مجموع كبير يا مريم. ان شاء الله. ان شاء الله يا حبيبتي تتوفق يا رب، تحققي اللي انت بتتمنيه يا مريم. ان شاء الله. مريم احمد نخله، شكرا ليك يا حبيبتي. نورتينا يا مريم. كابتن احمد انت كمان نورتنا في بيتك، وان شاء الله ما اكونش اول مقابله ولا اول لقاء. ان شاء الله. ان شاء الله. والله انا اللي سعيد جدا وتشرفت بوجودي مع حضرتك ومع شرف النجم الكبير طبعا. حبيبي هو عارف طبعا معزته عالي عامل ازاي. ربنا يخليك. وتشرفت ان انا موجود في البيت الكبير في النادي الاهلي، ان احنا بنقول عليه نادي المبادئ ونادي يعني البطولات، وتعلمنا منه كتير. صحيح. ويعني يمكن انا حتى افتكرت مره مثلا ان انا يعني مشيت من النادي الاهلي رحت النادي المصري حوالي 3 شهور يعني، خلاص رحت انا رحت عملت اعداد ورحت النادي. افتكرت ان مره مثلا سامي قمصان كلمني وقابلني ولقيته بيديني شهادات استثمار، دي ما قلناهاش، ان دي مكافاه الدوري بتاعتك يعني. يعني انا مشيت خلاص اوكي، فشوف برضو يعني حقك ده حقك بس بيجي لك بالرغم انك كنت مشيت خلاص حقك موجود بالظبط. فدي برضو موجود. حاجه يعني يعني النادي الاهلي نادي كبير يعني، وبالمبادئ وجمهور النادي الاهلي الانتماء ليك بس. طيب نورتنا. نورتنا يا احمد، بنشكرك. شكرا جزيلا. شكرا حبيبي. شكرا ليك. طبعا هنطلع فاصل ونستقبل نجم جديد من نجوم النادي الاهلي الكابتن امير عبد الحميد.